مليانه دور الجمهور باش يكون دور كبير ودور الفريق ككل، لان اليوم الاخطاء ممنوعه خصوصا مريح وتوغاي، الاخطاء ممنوعه في الدفاع، التمريرات اللي ترجع التمريرات العرضيه ما هي سهله بين المدافعين، لان كما قلت ان شحات وبيرسيتاو عندهم سرعه كبيره مع اللاعب الفلسطيني مهاجم قوي مهاجم سريع عندهم امكانيات كبيره، وامام عاشور اولو اليوم لازم عينوا على امام عاشور لاعب جيد امكانيات كبيره فنيه ويعتمد عليه كصانع العاب، لان المشكله الكبيره في الاهلي في الستة وسبعة مواسم الاخيره ما عندهمش رقم 10 كبير وينتظروا في امام عاشور ان يكون هو صانع العاب الفريق اللي ممكن يعطي حلول كبيره وعديده لهجوم الاهلي. يعول كثيرا ترجي اذا مشاهدينا الاعزاء كما تحدث كابتن طارق على العديد من الاسماء المميزه ابرزها بدايه في الكادر الفني هو كاردوزو الذي قاد الفريق بشكل مميز ورائع وايضا بانضباط تكتيكي مميز وخلق شكلا رائعا ومميزا للفريق. هل هذا الامر يزعج الاهلي بان يكون فريق منظم اكثر؟ انت تخشى على الاهلي بمواجهه الترجي كما تحدث كابتن وائل، والفريق يبدو بأن الترجي الآن في أفضل حلة ممكنة أن يواجه الأهلي المصري. هو أنا لما قلت بخشى الترجي ليه؟ لأن الترجي أزكى عبد العزيز وعنده عقلية الانتصار وعنده تاريخ بيلعب عليه وجمهور زي ما احنا شايفين وحماس كبير جدا، فالمباريات في تونس خصوصا مع المدرب هذا المباريات انا جاي لك للنقطه دي، حسن الفريق على مستوى المنظومه وعلى مستوى الجماعيه، فريق بقى شرس جدا في الناحيه الدفاعيه، ما بيندفعش بلا هدف يا عبد العزيز، في ذكاء بالاضافه الى السلاح الخطير وهو الاثنين المهاجمين اللي بيعرفوا يستغلوا المساحات في ظهر مدافعي الفرق المنافسه، وده زي ما قلت لك النادي الاهلي في خلال المباريات اللي فاتت كان بيتعرض لاختبارات دفاعيه مع مهاجمين في المستوى اللي موجود في الترجي، الفرص دي لو جات لهم 100% اهداف، لان هم لعيبه غير الكواليتي اللي موجود في الفرق الافريقيه اللي النادي الاهلي بيلعب قدامها. يعني هنا بص تحركات الاثنين مهاجمين عارفين بيعملوا ايه، اغلب مهاجمي القاره الافريقيه اللي بيلعبوا في داخل افريقيا قصاد الاهلي وقصاد الترجي وقصاد الفرق دي ما عندهمش الوعي اللي عند الاثنين دول، الاثنين دول بيعرفوا يختاروا المساحه اللي يتحركوا فيها والتوقيت، وفي ربط كويس جدا بينهم وبين اللاعب اللي بيعمل الباص، وده اخطر حاجه على المدافع ان انت المهاجم يكون ذكي في تحركاته ويسرقك في اللحظه المناسبه، بالاضافه الى العوامل المساعده زي اللاعبين الاخرين. يعني شوف الهدف اللي سجله في مباراه النجم الساحلي هنا، بينزل رودريجيز المهاجم وينطلق في المساحه ساس اللاعب البرازيلي الاقر، اللعبه دي بتتكرر في كل المباريات، لابد ان لاعبتنا ومدافعينا بالذات عبد المنعم ورامي يكون عندهم الذكاء، وانا متاكد ان المدرب حفظهم، لان من ضمن الحاجات الممتازه عند النادي الاهلي التحضير للمباريات بشكل جيد من الفريق التحليل و تحضير الفرق المنافسه لكولر، ده هدف بص سان داونز، نفس اللعبه بتتكرر في كل المباريات يا عبد العزيز، فمع لعيبه زي دول لو اتيحت فرصه هيقدروا ان هم يسجلوا عكس مهاجمي الفرق الاخرى، فانا اتمنى ان اللعيبه تكون قاريه اللعبه دي بشكل كويس، الترابط اللي بين وسط الملعب والمدافعين وعدم سحب المدافعين بتوعنا من العمق واعطاء المساحه في ظهرهم، بالاضافه الى ان مصطفى شوبير كمان يبقى متوقع المساحه اللي هتتلعب فيها الكوره ويبقى واخد خطوتين لقدام، يبقى برده مضيق المساحات بينه وبين المدافعين. اشكال مميزه على مستوى خط الهجوم، يعني يبدو بان هناك انسجام واضح كابتن يوسف شيبو لمهاجمي الترجي من خلال اللقاءات الماضيه طوال فتره دوري ابطال افريقيا، ويلعب على أرضه، يعني العوامل كلها تقريبا تصب لمصلحة الترجي بشكل كبير قبل هذا اللقاء. هو أكيد أنه يجب أن يستغل الأرض ويستغل الجمهور، لأن يعني مباراة العودة ستكون مغايرة، الظروف اليوم أن فريق الترجي دائما يكون قوي عندما يكون على ملعبه أمام جماهيره. تكلمنا على التفاهم الكبير بين المهاجمين اللي تكلم عليهم رودريغيز يانساس، والتحرك لاعب ذكي يانساس دائما يتحرك وراء
المساحات الفاضية خلف المدافعين، لأن رودريغيز قوي في الكرة الهوائية ويباغت المدافعين في التحركات. صحيح، دائما يأتي من الخلف، دائما يستغل المساحات، لأن رودريغيز دائما ما يربح الكرة الهوائية، بالتالي دائما عنده توقع، وهذه قوة دائما هذ اللاعبين المهاجمين. هناك تفاهم كبير بين اللاعبين، زيادة كما قلت على وسط الملعب هو أكثر قوة بالنسبة لي أنا في فريق ترجي، خصوصا لاعب أهولو مع شعلالي وتكا، لاعبين عندهم أدوار كبيرة خصوصا على المستوى الوسط في عمليات افتكاك الكرة، في عملية الضغط على المنافسين، إعطاء ثقة أكثر للمدافعين. لماذا الترجي هو أحسن دفاع ولم يسجل 13 مباراة؟ لأنه عنده دفاع قوي ووسط ملعب أقوى وأدوار دفاعية كذلك للمهاجمين، منظومة ككل. نعم تفضل. دعونا نستمتع بهذه الأجواء مشاهدينا الأعزاء لجماهير الترجي في ملعب حمادي العقربي قبل هذه المواجهة. مساحات الترجي، احنا تمنينا انه اليوم يكون 60,000 متفرج، 60,000 متفرج، لان اليوم الترجي بحاجه ماسه الى جمهور. اليوم الجمهور يمكن باش يكون 30 34 35,000 متفرج. نتمناو في المباريات القادمه انه يعاونوا اي فريق يوصل الادوار النهائيه يعطيوه سعه الملعب الكل. اذا الملعب يتسع 40 50,000 تعطيه 50,000 تذكره، لماذا؟ هو الاهلي باش يكون فيها 100,000. 100,000 يساعد كثير الفريق. صحيح. نادي الاهلي لما يلعب على ارضه امام جمهوره هو في حاجه ماسه الى جمهوره، في حاجه ماسه الى جمهوره. الترجي اليوم في حاجه ماسه الى جمهوره. هو تاكيدا لكلام الكابتن طارق ان اللحظات دي يا عبد العزيز بيبقى الفريق محتاج الجمهور بتاعه بشكل كويس، وهنا لازم اشكر الناس في مصر طبعا، السلطات بتاعتنا في مصر، ان هي وقفت جنب الاهلي وخدت القرار بالمسانده، بالمسانده الكامله في خلال المباريات. يمكن في الدوري وفي المباريات العاديه الجمهور ما بيتعداش 20,000. لا يكون هناك حضور كبير. نعم؟ في المباريات لا يكون هناك حضور كبير في الدوري المصري. لا السماح كمان بنسبه. نعم. المشجعين العدد 20-30,000 بالكثير قوي، انما في مباراه زي كده. نعم. لابد من الدعم الكامل للفريق، و وبخصوص التأمين والحفاظ على المباريات دي بيبقى فيها تأمين. نعم. يعني تلقائي يا عبد العزيز، هو متعب دائما نهائيات يا عبد العزيز في الجمهور. صحيح. عندك 60، خلي 60,000 مثلا الأهلي 100,000 دائما تعطيك متعه وتعطيك افضل حتى للاعبين. ارضيه الملعب نهائي ومنقول تقريبا في تقريبا كل العالم. صحيح. دائما الجمهور تعطيه، ولهذا يتبعوا فيها نهائي افريقي. تصور انت تشامبيونز ليج اشتري ملعب فاضي، هذا نهائي افريقي المفروض يكون الملعب فيه 60,000 متفرج، لان القوه في الادوار النهائيه هو الجمهور. الجمهور يساهم نجاح المباراه. شاهد الدعم، لوحه فنيه حاضره في ملعب حمادي العقربي كابتن طارق، دعم كبير للجماهير طبعا التونسيه لناديهم الترجي. حنسميها الدخل، دخلة هذه دخلة رائعة حقيقة لي. إن شاء الله الدخلة مثلا مش خارجة. شو الدخلة إن شاء الله. ليه جمهور ترجي فنان. جمهور ترجي فنان، هذا جمهور كبير وأكثر جمهور يتنقل، أكثر جمهور يتنقل في أفريقيا، في أفريقيا لدعم الفريق، لدعم الفريق. الجمهور إن شاء الله يجي من أوروبا، من كندا، من أمريكا، يجيوا تعطيهم يجيوا ان شاء الله. النادي الاهلي يعطينا 20,000 تذكره ان شاء الله. طب انت ما شفت اهلي بقى مبروك، يعني مش هيسمح ان هم يدخلوا اساسا الملعب. طيب دعونا مشاهدينا الاعزاء الان نلتقي بمراسل القنوات بين سبورتس في ملعب حمادي العقربي في تونس في رادس، زميل نافع بن عاشور يتحدث فيها عن هذه الاجواء المميزه قبل هذا النهائي المرتقب، نستمع اليه. تحية لك من استاد رادس من العاصمة التونسية عبد العزيز، لك ولضيوفك الكبادة في الاستوديو ولكل مشاهدي بي ان سبورتس. قمة افريقية بينك عربية الترجي الاهلي في ثالث نهائي بين كبيري الكرة التونسية والمصرية. 2012 التتويج كان للاهلي، 2018 اللقب كان ترجيا في نهائي مثير في نفس هذا الملعب. اليوم فصل الاول، مباراة لن تكون حاسمة لكن نتيجتها ستكون مؤثرة على مباراة العودة والحسم بعد اسبوع في القاهرة. الترجي كما قال كابتن طارق يريد أن يستثمر رصيد الثقة ومنسوب الثقة الذي ارتفع منذ قدوم كاردوزو وتعزز من خلال مباراة نموذجية ذهب وإياب والإطاحة بفوزين بفريق كبير هو سان داونز والعودة بورقة الترشح للنهائي. الترجي يريد أن يوظف أيضا ثباته الدفاعي في مواجهة فريق الأهلي القوي، الأهلي صاحب الخبرة، الأهلي في خامس نهائي على التوالي، الأهلي من أجل لقب ثاني تواليا، الأهلي
11 لقب في ميزانه في مواجهة 4 ألقاب للترجي، مواجهة كبار القارة اليوم يستعيد فيها الأهلي عديد الأسلحة وعديد اللاعبين الأساسيين، عودة إسلام عاشور، عودة مروان عطية وعودة الشحات في التشكيلة الأساسية وعودة كولر لتشكيل 4-3-3 الهجومي بعودة تقريبا كل اللاعبين باستثناء غياب عمرو السولية المصاب الموجود خارج القائمة. الترجي بنفس التشكيلة وليست هناك ربما نقاط الضعف لدى الترجي، لكن المسموح شيء والدخول شيء. ستكون مباراة كروية كبيرة والتيفو سيكون رائعا، لن يغيب عنه العالم التونسي في التيفو الذي اخترته الجماهير الترجية. مباراة ستكون مشوقة مثيرة كمباريات الأهلي والترجي في كل المراحل، فما بالك بمباراة نهائية عبد العزيز. إمام عاشور شكرا جزيلا لك، أو نافع بن عاشور شكرا جزيلا لك. إمام عاشور هو لاعب الأهلي المصري الذي يعول عليه الفريق كثيرا مشاهدين الأعزاء قبل هذا اللقاء برفقة المدرب كولر الذي حقق نتائج إيجابية.